السلام عليكم. ليلة القدر بنستناها من السنة للسنة بقلوبنا وجوارحنا. احتفالنا واحتفائنا بيها بيكون له خصوصية ومكانة متميزة عن رمضان، برغم مكانة رمضان في قلوبنا وشوقنا ليه، لأنها مهمة وبورصة أجر وافر كل عملنا بفضل الله في زيادة فيها. فتعالوا مع بعض نتعلم عنها ونفهم إزاي نعيشها صح. هنعرف الأول إيه فضل ليلة القدر. من فضل ليلة القدر إن رب العالمين أنزل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن فضل ليلة القدر إن رب العالمين بيكتب فيها أقدار كل الخلق خلال السنة، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في ليلة القدر رب العالمين بيكتب مقادير الخلائق كلها على مدار العام، أحياء وأموات، سعداء وأشقياء، عزيز وذليل، كل المقادير المكتوبة. ومن فضل ليلة القدر إنها ليلة مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. من فضل ليلة القدر إن فيها العبادة بتقاس بعبادة 1000 شهر، يعني 83 سنة ده 4 شهور. متخيلين؟ تخيل كده ليلة من المغرب للفجر بتساوي في تحصيلها 83 سنة و4 شهور. قال ربي: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن فضل ليلة القدر ينزل فيها جبريل عليه السلام والملائكة بالخير والبركة، قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن فضل ليلة القدر إنها سلام، قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام خالية من الشرور ومليانة بالطاعة والبر والسلامة من العذاب. طيب إيه الأعمال المشروعة في ليلة القدر؟ من الأعمال المشروعة في ليلة القدر القيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال المشروعة الاعتكاف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. ومن الأعمال المشروعة في ليلة القدر الدعاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الأعمال المشروعة في ليلة القدر العمل الصالح، قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفسر المفسرين إن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. طيب إيه هو وقت ليلة القدر؟ ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني 21، 23، 25 وهكذا. والدليل على ده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. سؤال بيتردد كتير كل سنة: ليلة القدر بتتنقل ولا ثابتة؟ ليلة القدر مش مخصصة بليلة معينة في كل الأعوام، لكن بتتنقل بين ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية وأكثر أهل العلم. والأدلة على كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأخرى الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فعوكف في مسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عين النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح في وجهي ممتلئ طينا وماء.
ومن الأسئلة عن ليلة القدر ما زالت متواجدة ولا رفعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلة القدر موجودة لم ترفع وباقية إلى يوم القيامة بالسنة والإجماع. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طيب إزاي نعرف علامات ليلة القدر؟ من علامات ليلة القدر إن الشمس بتطلع في صبيحتها صافية لا شعاع لها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. أتمنى لحضراتكم أن تكون ليلة القدر أفضل ليلة، وكل ليلة قدر تكون أفضل ليلة. دمتم في خير ونعم.